بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 82 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيك. هذه السائلة أسماء تقول: فضيلة الشيخ، بالنسبة للمرأة التي تريد أن تعمل عملية تجميل، ما ضابطها في الشريعة الإسلامية؟ وهل المرأة لها أن تعمل هذه العملية، عملية التجميل، حتى ولو كانت تجمل للزوج؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تجميل فيه تفصيل، إن كان لإزالة تشويه تمكن إزالتها فلا بأس بذلك، وأما إذا كانت الخلقة تامة ومعتدلة فلا يجوز تجميلها بتغيير شيء من خلق الله سبحانه وتعالى، هذا لا يجوز. المسألة تدور على هذين الأصلين، إن كان هناك حاجة للتجميل بأن يكون فيها عيب خلقي تحتاج إلى تعديل في أسنانها في أنفها فلا بأس بذلك، هذا من العلاج. وأما إذا كانت خلقتها سليمة ولا حاجة لها بذلك فلا يجوز لها أن تغير شيئا من ملامحها ومن شيء من وجهها أو خلقتها. وأما التجميل بالمساحيق والأصبع فهذه لا بأس بها، ولكن لا تخرج بها وتتبرج بها إذا خرجت من بيتها، وإنما تكون في بيتها وعند زوجها. نعم، أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، أرجو من الشيخ أن يشرح لي حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. الحديث حديث واضح أن الأعمال بالخواتيم، فالمسلم يحرص على أن يستمر على العمل الصالح حتى يأتيه الموت ويختم له بالخاتمة الحسنة، ويحذر من سوء الخاتمة فيتجنب المعاصي لئلا يصادف الموت وهو على معصية على تغير في دينه يختم له بذلك. فحسن الخاتمة له أسباب، إذا كان المسلم محافظا على طاعة الله وملازم للعبادة فإن الله يختم له بذلك، أما إذا كان مفرطا ومتساهلا فإنه حري أن يختم له بخاتمة السوء. نعم، أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: يأتيني زوار وضيوف، فبعضهم أبالغ الحقيقة في منزلته وإكرامه، ويأتيني ضيف آخر ولا أتكلف في معاملته أو في ضيافته، هل في هذا حرج؟ نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أنزلوا الناس منازلهم. الناس ليسوا سواء، هناك من لهم منزلة في العلم، منزلة في المعروف وبذل الخير للناس، هؤلاء لهم منزلة. إنسان عادي هذا له حق، لكن ما هم مثل من له منزلة رفيعة. نعم، يقول: المسلم يحرص على كسب الحسنات والاجتهاد فيها، ولكن يا شيخ كيف السبيل على المحافظة على هذه الحسنات التي يدخرها المسلم لآخرته؟ السبيل أن يتجنب مبطلات الأعمال، تجنب مبطلات الأعمال من الشرك بالله عز وجل ومن السيئات التي تأخذ الحسنات مثل الغيبة والنميمة والظلم، ظلم الناس، إن هذا يؤخذ من حسناته للمظلومين يوم القيامة. ذلك يتجنب الحسد، أن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، فلا يحسد الناس على أن أعطاهم الله من فضله، ولكن يسأل الله من فضله أن يعطيه مثل ما أعطاهم. نعم، أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل سعيد: هل تجوز الصلاة خلف المبتدع؟ البدعة تختلف، إن كانت
كانت شركية وكفرية لا تجوز الصلاة خلفه، إن كانت دون الشرك دون الكفر فهذا يعتبر لا يتخذ إمام، لا يختار للإمامة وينصب للإمامة، لأنه يشترط في الإمام أن يكون من أحسن الموجودين دينا وعبادة وعلما، لا ينصب للإمامة من يمارس البدع، والناس يقتدون بالإمام هذا يسبب رواج البدع. لكن لو أنك أتيت والناس يصلون خلف إمام وأنت لا تعرف عن هذا الإمام شيء، صل معهم وأحسن الظن، وإن كنت تعرف عنه شيئا لكن بدعة خفيفة ليست تصل إلى الفسق ولا إلى الكفر ولا إلى الشرك، فصلي معهم أيضا لا تترك صلاة الجماعة. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا شخص يقول يصلي بالناس فقرأ الفاتحة ثم تذكر بأنه نسي آية ثم أعاد قراءتها، هل فعله صحيح وهل يجب عليه سجود سهو؟ الواجب عليه أن يقرأ الآية التي نسيها وما بعدها، يبني على قراءته السابقة، لا يعيد الفاتحة كلها، يعيد الآية التي نسيها وما بعدها لأجل الترتيب بين الآيات، ويسجد للسهو أيضا. نعم، سائلة أم حفص تقول حكم ركوبي مع سائق الأجرة ومعي ابني 3 سنوات وابنتي 7 سنوات. لا تزول بهم الخلوة، الخلوة لا تزول إلا ببالغ من رجل أو امرأة أو أكثر، وأما الأطفال الصغار فلا تزول بهم الخلوة. نعم، يسأل فضيلة الشيخ عن المذي، هل هو نجس؟ ولو صلى الشخص بثوب فيه بعض المذي هل تبطل الصلاة؟ المذي نجس ولكن نجاسته مخففة، يكفي فيه النضح والرش، وإذا نسيه فصلاته صحيح، وأما إذا علم به وتركه ولم يغسله صلاته غير صحيح، لأنه صلى بثوب فيه نجاسة يعلم بها ولم يزلها. نعم، فضيلة الشيخ يسأل السائل محمد عن كيفية إزالة الجنابة للشخص المكسور الذي يوجد على رجله جبيرة. نعم، يغسل الصحيح من جسمه ويمسح على الجريح، إذا كان عليه جبيرة يمسح عليه على الجبيرة أو على اللصوق وعلى ظاهرها ويكفي هذا، والحمد لله عن غسل ما تحتها. نعم، السائلة أم عبد الله تقول لي أخت في الثلاثينات ومصابة بالوسواس عند الوضوء وعند الصلاة مع أنها تحافظ على هذه الفريضة في أوقاتها، فضيلة الشيخ تقول عجزنا عن نصحها، هل تؤجر على صبرها مع أن جسمها قد نحف؟ نعم، تصلي على حسب استطاعتها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، تقول الله ما استطعتم، تصلي على حسب استطاعتها، وما لا تستطيعه لا يؤاخذها الله عليه. وأما الوسواس فبإمكانها أن تطرده للاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، لأن الوسواس من الشيطان الرجيم، وأن ترفضه ولا تهتم به. نعم، أحسن الله إليكم. أبو سعود يقول اعتاد بعض الناس عندما يتثاءب أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. لا أصل لهذا، الوارد في التثاؤب أن يكتمه ما استطاع، إذا غلبه أن يضع على فمه غطاء من يده أو ثوبه ولا يفتح فاه ولا يكون له صوت أيضا، يكتمه ما استطاع. نعم، عيسى يسأل ويقول فضيلة الشيخ يسألني صديق هل يجوز الحلف بنعمة الله مثل وهذه النعمة، أرجو من فضيلتكم الفتوى مع الدليل. لا يجوز الحلف بالمخلوق، والنعمة مخلوقة، إلا إذا كانت من القرآن، أن يحلف بآية من القرآن أو بسورة من القرآن أو بالقرآن فلا بأس، لأن القرآن كلام الله، كلامه صفة من صفاته سبحانه وتعالى، واليمين لا تكون إلا بالله أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم، إن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. الحديث الآخر من حلف بغير الله قد كفر أو أشرك، فلا يحلف بغير الله من الطعام أو من ولو كان نعمة من الله ما يحلف بها. نعم، فضيلة الشيخ هذا السائل يقول من أجرى عملية في عينيه ما أزرق أو ما أبيض وحدد له الطبيب مدة معينة بعدم الركوع والسجود كالمعتاد، بل يركع ويسجد جالسا، ثم قيل له إن هذه المدة غير كافية بل تمتد إلى الضعف أو أكثر حسب تعليمات بعض المستشفيات، فما رأيكم، هل يجوز له أن يمدد هذه المدة حفاظا على عينيه؟ إذا قال الأطباء إن هذه المدة تحتاج إلى زيادة فيعمل بذلك ويستمر على الركوع والسجود بالإيمان. قال صلى الله عليه وسلم يصلي المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى جنب، ويومئ برأسه إيماء ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. نعم،
السائلة أم ثامر تقول: الشيخ صالح، في مجتمعنا وفي الآونة الأخيرة بعض النساء قمنا برسم الحواجب بالرسم الأسود بالقلم، ثم يقمن بإخفاء الجزء العلوي والسفلي من الحواجب بمكياج، فيصبح على شاكلة نمص، فما الحكم في هذه الحالة؟ هذا لا يجوز، لا يجوز للمرأة العبث بالحواجب، لا بقص ولا بحلق ولا بنتف ولا بتشقير، تترك الحواجب على خلقتها وهي جميلة ولله الحمد، فلا تغير منها شيء. لعن صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة، كذلك يلحق بهذا العبث بالحواجب من غير حاجة. نعم. حفظكم الله. يقول السائل: من هم الذين يجب علي أن أصلهم من الأرحام؟ كل الأرحام يجب عليك صلتهم، ولكن تبدأ بالأقرب فالأقرب، تبدأ بالأقرب فالأقرب من أرحامك، من جهة أبيك أو من جهة أمك. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أنا أسافر عادة وأتنقل بين البلدان، ولكنني يا شيخ لا أخذ بالرخص في السفر في ظل وجود هذه الطائرات رغم قصر المسافات. المستحب والأفضل أن تأخذ بالرخص، الله جل وعلا يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، تأخذ بالرخص في السفر ولو كنت في طائرة أو في سيارة، بعموم الأدلة في هذا. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: عندي أرض منحة منذ سنوات وأفكر أن أتركها الآن لكي يرتفع السعر لهذه الأرض، ولها أكثر ما يقارب من 10 سنوات، هل عليها زكاة؟ إذا نويتها للبيع ومضى عليها حول عليها الزكاة، أن يعني تقومها وتخرج ربع العشر، وكل ما مر عليها سنة وأنت تنويها للبيع فإنك تزكيها بأن تقومها بما تساوي وتخرج ربع العشر. نعم. سن الله إليكم. بعض الرقاة الشيخ يأمر المريض بأن يقرأ سورة البقرة كاملة في جلسة واحدة، والبعض الآخر يقول ليس هناك دليل يخصص لذلك بل يقرأ ما يشاء من القرآن، فأيهما أصح؟ لا صح الذي يقول لا تحديد للقراءة إلا بدليل، ما ورد هذا. يقرأ سورة الفاتحة، يعني سورة الفاتحة رقية، يقرأ ما تيسر من القرآن خصوصا الآيات التي فيها الدعاء لله عز وجل، ادعوه بها أن يشفيه الله عز وجل، مثل وإذا مريضت فهو يشفين، مثل وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، مثل سورة الإخلاص وسورتي المعوذتين. وأما البقرة فلم يرد دليل على أنها تقرأ كاملة لرقية المريض، هذا من التزيد ومن القول بلا دليل ومن التشدد أيضا، ما كل يستطيع قراءة سورة البقرة في مكان واحد. نعم. أحسن الله إليكم. تحية المسجد هل تلزم أم لا يا فضيلة الشيخ إذا أتى الرجل وجلس مباشرة وذلك للاستغفار حتى تقام الصلاة؟ الأفضل أن يأتي بتحية المسجد عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لكنها ليست بواجبة ولكن فيها فضل عظيم وامتثال لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يفرط الإنسان في ذلك. نعم. شخص وصديق لي منذ زمن بعيد وكان بيني وبينه الحقيقة مودة، طلب مني أن أؤدي عنه عمرة وهو في بلاده، فإذا عدت إلى بلدي يعطيني من المال مقابل هذه العمرة، هل يجوز ذلك؟ إذا كان عاجزا عن الحج والعمرة عاجزا مستمرا ولا يرجى أنه يستطيع، فإنك تؤدي عنه النسك بعجزه عن ذلك، والحج تدخله النيابة إذا كان فريضة، أما النافلة فلا، ما ورد هذا في النافلة، إنما ورد هذا في الفريضة. وأما أنك تأخذ شيئا لم تشترطه وإنما هو بدأك به وأعطاك إياه فأخذه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: بعض الأحيان أداوم على قراءة سورة ياسين بعد كل صلاة فجر وأتركها فترة، وذلك خوفا من أن تكون المداومة على قراءتها بدعة، فهل لو داومت على قراءتها آثم؟ لا تقرأها ولا تداوم عليها ولم تشرع قراءتها بعد الفجر ولا في غيره، ما ورد أن ياسين تقرأ بعد الفرائض، إنما ورد حديث ضعيف أنها تقرأ على المحتضر الذي فيه الموت، ورد أنها تقرأ عليه، لكن لم يثبت هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. شيخ، ما موقف المسلم من الأحاديث الموضوعة والضعيفة
والغير ثابتة يا شيخ. أما الموضوعة فلا يجوز العمل بها، وأما الضعيفة الضعيف يختلف، ضعيف كبير الضعف هذا لا يعمل به أيضا، أما الضعيف الذي له شواذ وله أو يدخل تحت أدلة صحيحة وفي الترغيب والترهيب والوعظ لا بأس بذلك، ولكن لا ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم على سبيل الجزم، إنما يقال روي عن الرسول، جاء عن الرسول كذا وكذا، لا يقول قال رسول الله، إنما يأتي بصيغة التمريض بشرط ألا يبلغ درجة من الضعف تقرب من الوضع، وأيضا يكون له شواهد. نعم. هذا يسأل يا شيخ عن الذي ظهر أخيرا وهو تقليد القراء في هذا النوع، وقد انتشر في مقطع سورة الفاتحة بقراءته الأولى ثم بقراءة ثاني وثالث بقراءة قارئ آخر وهكذا يا شيخ. إذا كان هذا من باب التعلم، تعلم القراءات الثابتة فلا بأس به، من باب التعلم، وأما التنويع لا من باب التعلم هذا من التكلف، هذا من التكلف، وربما يشوش على الناس أيضا الذين لا يعرفون القراءات. نعم. أحسن الله إليكم، هل رمي النفايات على طريق الناس يدخل في حديث اتقوا الملاعن؟ نعم، رمي النفايات هذا أذى، وإزالة الأذى عن الطريق من شعب الإيمان، فإلقاء الأذى في الطريق من شعب النفاق، فلا تلقى النفايات في الطرقات. نعم. أحسن الله إليكم، يسأل عن السواك يا فضيلة الشيخ، وهل له وقت محدود وما صفة الاستياك؟ ليس له وقت محدود، وهو سنة مؤكدة لما فيه من تطهير الفم، كما في الحديث السواك مطهرة للفم مرضاة للرب عز وجل، وأحاديث كثيرة، لكنه يتأكد في أحوال مثل القائم من نوم الليل، مثل إذا تغيرت رائحة فمه، مثل إذا أراد الوضوء، إذا أراد الصلاة، إذا أراد تلاوة القرآن، هذه يتأكد أحوال يتأكد فيها السواك. نعم. أحسن الله إليكم، فضيلة الشيخ هذه السائلة تقول لي ولد عمره 14 سنة يهتم بتربية الطيور والدواجن، ولكنه الحقيقة يغفلها بالطعام والشراب، فقد ماتت بعض هذه الطيور وقد لهينا عنها نحن الكبار، فما الحكم في ذلك؟ هذا حرام أنه يهملها، يا ذوات أرواح، والله جل وعلا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، يحسن إلى ممتلكاته ذوات الأرواح طعمها، وقد دخلت امرأة النار بهرة حبستها فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، بينما دخلت الجنة امرأة في كلب سقته، لما رأته يلهم الثرى من العطش نزلت في البئر واستخرجت له ماء وسقته فغفر الله لها. نعم. هذا سائل يقول شخص لا يصلي في المسجد القريب من منزله بحجة أن المسجد لا تقام به صلاة الجمعة ولا يصلي إلا في المساجد التي تقام فيها الجمعة، هذا غلط كبير وليس لهذا أصل، يصلي في مساجد التي حوله سواء تقام فيها الجمعة أو لا تقام، كلها بيوت الله وكلها مساجد، ومن الذي قال أنه لا تصلي الجماعة إلا في مسجد تقام فيه الجمعة؟ هذا لا أصل له، ولكن يظهر أن هذا يؤثر الكسل ويلتمس لنفسه العذر ولا يجوز له ذلك. نعم. وإذا كان هذا من باب التشدد يا شيخ؟ لا، ما هو من باب التشدد، هذا من باب التساهل. نعم. يقول يا شيخ إذا نويت يوم الاثنين مثلا أن أصوم يومي الخميس والجمعة القادمين قضاء، فهل علي في كل يوم ليلة أن أنوي مرة أخرى؟ وإذا نسيت فهل يعتبر صومي مجزئا؟ كل صوم واجب لا بد أن تنويه من الليل، سواء كان قضاء أو نذرا أو كفارة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، نختم فقرة للأخ المسائل عن ترك السترة للمنفرد. خلاف الأفضل، السترة ليست واجبة، ولكن الصلاة إليها سنة مؤكدة لتمنع المار بين يديه. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وجزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء على تفضلكم بإجابة الإخوة والأخوات في برنامج نور على الدرب، سجل هذا اللقاء عثمان بن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.